إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيُّه من خلقه وحبيبُه، بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح للأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلِّ اللهم وسلِّم وزِد وبارِك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، قضية نمارسها في حياتنا اليومية بصفتنا مسلمين ومؤمنين، وهي العلاقة المتينة مع الله، لكن الشيطان الذي يعمل جهده ليوضع في العلاقة بين العبد وربه لا يألو جهداً أن يلقي الشبهات في عقول الناس وقلوبهم في العلاقة مع الله. ولذلك أريد اليوم أن أوضح هذا الموضوع، وأدعو الله أن أبينه بياناً يسهل علينا وعليكم استيعابه حتى تطمئن قلوبنا في العلاقة مع الله. هذا الأمر هو الدعاء. الناس وكثير من الناس يلقي الشيطان أنك تدعو مهما تدعو والله لا يستجيب. وقال لي أحد الشباب: دائما أطلبه ودائما لا يرد علي. وقالت لي أخت: لقد أخذت بكل الأسباب ودعوت بكل الأحاديث التي تتكلم عن اسم الله الأعظم، وذهبت إلى مكة المكرمة لأدعو من هناك، وجاء الأمر على عكس ما دعوت، فكيف أو أن لي أن أصل إلى الدعاء المستجاب؟ هنا عدة قضايا أريد أن أوضحها، حقيقة الدعاء وبعض الحقائق حول الدعاء وواجبنا تجاه الدعاء حتى تستريح نفوسنا، وأرجو أن نفهمها جيدا. الدعاء في حقيقته عبادة مع الله، عبادة، هذا هو الأصل فيه، تدعو الله عبادة، وهذا سر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. لو أنك تتفكر قليلا في الصلاة، ربنا سبحانه وتعالى قال: وأقم الصلاة لذكري. ما معنى ذكر الله؟ أي تذكره بأسمائه وصفاته، وتتوسل إليه، وتثني عليه، وتجعل الفضل كله لله، وهذا هو الدعاء. حتى عندما في ركوعك وسجودك تسبح وتدعو، كل هذا لأنها عبادة محضة، بمعنى أنك عندما تفعلها ليس المقصود فقط إنك تطلب إجابة على ما تقول، ولكنك تعبد الله بما أمر ومما أمر أن تدعوه. أقم الصلاة لذكري، وكل عبادات الإسلام تدور حول الذكر، تدور حول الذكر. فالذكر من أرقى أنواع العبادات وأفضلها، والذكر في حقيقته هو دعاء. الأمر الثاني أنها عبودية، يبقى الدعاء عبادة، والأمر الثاني أنها عبودية، بمعنى الإنسان بفطرته إذا حزبه أمر أو وقع في ضيق أو شعر بضعف
أو أصابه هم، الفطرة التي خلقه الله عليها إحساسه بهذا الضعف واحتياجه إلى أن يشعر أن وراءه قوة، هذه القوة يستطيع أن يستند إليها. لذلك الطفل مثلا إذا خاف من شيء لاذ بأمه أو بأبيه، لماذا؟ فطرته، ربنا فطره إنه يلجأ إلى من يعتقد عندهم الحماية. قد لا يستطيع أبوه أو أمه أن يلبوا رغبته في حمايته، ولكن هذا هو إحساسه. المؤمن عقديا يربى على أنه إذا شعر بشيء من هذا الضعف فلا يوجد قوة يستند إليها بيقين لا يعرف الشك إلا الله. هذا الإحساس في حد ذاته يجعله في حالة مأمن ويحقق العبودية المطلوبة منه لله، لأنك إذا لجأت إلى غيره فأنت أعبد له من الله. إذا لجأت إلى ذي جاه أولا معتقدا أن بيده النفع والضر وأنه يملك أمرك، أنت في الحقيقة تعبده من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إذن الدعاء في حد ذاته، انتظر على قضية الإجابة، الإجابة الآن ليست قضية الآن. الدعاء في حد ذاته عبادة وعبودية، لأن المؤمن الذي يجعل الله آخر من يلجأ إليه لا تتحقق فيه العبودية، إنما العبودية تتحقق عندما تعلم أن القوة الوحيدة والأولى القادرة والتي لا يحد قدرتها شيء إنما هو الذي خلقك، فلا تخاف إلا منه، ولا تفر إلا إليه، ولا تقف على باب أحد إلا على بابه. هذه العبودية، أي شيء غير ذلك ينقص من عبوديتك ويجعلك بعيدا عن الله مهما تدعو. إذن حقيقة الدعاء أنه عبادة وعبودية. الأمر الثاني الذي يجب أن نفهمه وهي في حقائق حول الدعاء، وهذا ما أريد أن أوضح فأرجو أن ننتبه، الدعاء لا يعطل السنن ولا يعطل الأسباب. أعيد هذا حتى نفهم، الدعاء لا يعطل السنن ولا يعطل الأسباب، ومن يظن غير ذلك فهو لم يفهم الإسلام ولم يفهم حقيقة الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح قال: سألت ربي ثلاث فأجابني إلى اثنتين ومنعني الثالثة. الرسول عليه الصلاة والسلام في حد يدعو يعني من على وجه الأرض إذا دعا تأكدنا أن دعاءه مستجاب بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي نفسه يقول: سألت ربي ثلاث فأعطاني اثنتين ومنعني الثالث. في الحديث له روايات كثيرة، لكن ملخصه أن سأل ألا تهلك الأمة بالسنين، يعني ما يجيش عليها قحط يأخذ بدابرها يعني، وألا يسلط عليها عدوا من خارجها. قال: فأعطانيهما. قال: ودعوته ألا يجعل بأسهم بينهم شديد فمنعني إياه. لماذا؟ لأن السنن إذا فسدت أخلاق الناس وأصبحوا لا يتبعون المنهج القويم يوضع خلالهم ويصبح بأسهم بينهم شديد. الأمة لم تستأصل شأفتها بالسنين. احنا من في الأمة المسلمة من أقل الأمم اقتصادا، ومع ذلك الأمور مش تمام.
والعدو الخارجي لم يسلط ولم يمكن من الأمة ولم يمحو آثارها. في أمم انتهت بتسلط العدو الخارجي، انتهت خالص يعني محيت الأمة المسلمة، استعصت على ذلك، لكن بأسها بينها شديد. أنتم تنظرون الحال، من يخرب في اليمن؟ من يخرب في سوريا؟ من الذي دمر العراق؟ من الذي يحرق في ليبيا؟ من؟ عدو خارجي؟ لا، لا يوجد عدو خارجي. العدو الخارجي عامل زي حكاية الشيطان والحمار بس، فيش عارفين حكاية الشيطان والحمار؟ الشيطان اللي بيعلم إبليس صغير، إبليس بيعلم شيطان صغير كده، بيعلمه إزاي يوقع بين الناس. فالابن حب يعرفه في نهاية اليوم إنه بقى إبليس يعني بحق. فشاف الإبليس إن القرية ولعت، اشتعلت نارا، قال له ماذا فعلت يا مجرم؟ أحرقت القرية؟ قال له لا لا لا، أنا لم أحرقها. قال له وماذا فعلت؟ قال فقط فككت الحمار. قال له شوف فككت الحمار؟ قال له الحمار لما فككته ضرب تنورا نسى أهله النار فيه، رفصه برجله فاشتعلت النار في العريش ثم انتقلت إلى الدور والناس نائمين. أنا لم أفعل شيء، أنا لم أمسك النار، إنما فككت الحمار. العدو الخارجي بيعمل معنا كده، فك الحمار عندنا والحمار هو اللي قاعد يرفص في كل حتة زي ما أنتم شايفين كده، فك الحمار بس وهو اللي بأي شكل أنتم عايزينه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤت الثالثة لأن الله رتب هذه على الأسباب والسنن الإلهية. حد يقول بقى النبي مش مستجاب، ليه ربنا اداله اثنين ومنعه الثالثة؟ لأنها مرتبة على السنن، السنن لا تعطل. تجربة أخرى أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم، عندما ذهب إلى أحد، أتظنون أن النبي لم يدعو بالنصر في أحد؟ دعا، وكان النصر، لكن عندما خالف بعض أصحابه أمره وأخذت منهم الدنيا مأخذهم، هنا قد خالفوا السنن، فلما خالفوا السنن انقلب النصر إلى هزيمة ورسول الله بينهم. النبي موجود في أحد لما خالف الرماة، وقد قال لهم النبي لو رأيتمونا نتخطف لا تتركوا أماكنكم حتى آمركم، فلما خالفوا أميرهم وقالوا العدو انكشف وانحسر والغنائم الآن تجمع، لماذا لا نشارك؟ لماذا تضيع منا الغنائم؟ وتركوا أماكنهم والتف خالد وحول هزيمة المشركين إلى نصر على المسلمين. وهذه المعركة الوحيدة التي قتل فيها أكبر عدد من المؤمنين 70، والمعركة الوحيدة التي أصيب فيها النبي وشج وكسرت ثنيته في هذه المعركة الوحيدة، والجراح كانت كثيرة، حتى تلقى طلحة رضي الله عنه وأرضاه أكثر من 20 أو 60 طعنة أصابت له جزء بالشلل منه، ورسول الله بينهم. النبي دعا، دعا طبعا، واستجيب له نعم، والنصر كان حليفهم نعم، لكن عندما خالفوا السنة تبدل الأمر، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يضع السنن الإلهية ثم يكسرها بأي شيء، هذه سنن. أيضا الأسباب، ربنا رتب على الأسباب. أنت تدعوه بالرزق، ادعوه سيستجيب، ولكن ليس معناه أن تختبر ربك وتجلس في بيتك ثم تقول سيأتيني الرزق، لأن ربنا ألم يقل ربنا في القرآن الكريم وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ قال نعم حق. إذن فلماذا أتعب نفسي وأرهق نفسي وبدني والرزق سيأتيني سيأتيني لأنه مكتوب؟ لا، الرزق هنا مرتب على الأسباب. إذا أخذت بالأسباب على قدر إتقانك للأسباب يأتي الرزق. لكن ما الفرق؟ الكافر الذي لا يعرف ربه إذا أتقن الأسباب يحصل الرزق أفضل منك، ليه؟ لأن دي سنة الله في الخلق.
من يفعل من يجد يجد، كافر مسلم هذه قضية أخرى، لكن من يجد يجد. إنما إيه القضية اللي عندك أنت تختلف عن غير المؤمن؟ عندما تعلم أن الرزق بيد الله فأنت تطيعه فيه، بمعنى أنك ترفض أن يأتي في رزقك حرام ولا تتعجله، لأنك موقن أنك إن أخذت بالأسباب فإن الله سيرزقك. ثم إذا رزقك علمت أن لله حقا في مالك، هذا هو المعنى. المعنى عندما تعلم أن الله هو الذي يرزقك فأنت توقن كمؤمن أنه لن يرزقك من حرام، فتجد في الأسباب لترزق من حلال. فإذا ما رزقت علمت أن لله حقا في مالك. الإنسان الكافر يتعامل مع الأسباب، سيأخذ حظه، سيأخذ نصيبه، سيصله ما تعب فيه، لكنه إذا تيسر له الحرام ذهب إليه، وإذا جاءه المال قد يبخل به، وهكذا. لكن الدعاء لا يعطل السنة. فالإنسان يدعو قضاء الدين ولا كذا ولا كذا، يعني هل الأمور ربنا يجعل هذه السنن تنهار بهذا الشكل؟ يعني أنت تدعو هكذا ثم يعني على طول الإجابة تكون اللي عايز مال يأتوا، واللي عايز يبقى غني يأتيه الغنى، واللي عايز يبقى ملك، واللي عايز يبقى رئيس، واللي عايز يبقى كذا، واللي عايز يغير وضعه. مجرد تدعو كل شيء يتغير، هذا ضرب للسنن، هذا انهيار للسنن، هذا انهيار للأخذ بالأسباب. ولذلك هنفهم الدعاء في المنطقة اللي أنا عايز أقولها الآن، لأن أثبتتها البحوث وأرجو أن ننتبه إليه. الدعاء من استجابة الدعاء هو التغيير، وأرجو أن ننتبه، هو التغيير النفسي الحادث فيك بسبب الدعاء. هذه من أعظم أسباب الاستجابة. بمعنى إيه؟ خلينا نوضح هذه النقطة. حديث أبي سعيد الخدري يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى رجلاً من الأنصار. الحديث هذا وإن كان في بعض الضعف لكن يقويه أحاديث أخرى في هذا المعنى كثيرة. وجد رجل من الأنصار في غير وقت الصلاة فسأله النبي: ما أجلسك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ خذوا بالكم، الحديث ده في حد ذاته هو فيه فك اللغز بتاع الدعاء أصلاً، فيه الفك الرموز بتاع الدعاء. أول شيء النبي استعجب واستغرب أن يجلس في المسجد في غير وقت الصلاة، لأن إذا الصلاة انتهت ربنا أمرنا إيه؟ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال شو اقعد بقى في المسجد واقعد بقى سلم الورد القرآني للذكر الذكري اللي مش عارف ايه وانتظار الصلاة وكذا وتترك العمل وكده وبعدين ربنا اللي هيرزق. يبقى اول شيء ان النبي استهجن واستعجب من وجوده في غير وقت الصلاة، لان بغير وقت الصلاة المفروض ان الكل بيضرب في الارض، تمام. وسيدنا عمر كان يفهم هذا الفقه، لما دخل المسجد وجد اناس كده شغالين يعني زي النساك واحد، قال لهم: قوموا، لماذا تنتظروا في المسجد بعد الصلاة؟ أتمطروا عليكم السماء ذهبا وفضة؟ اخرجوا. وأخرجهم من المسجد. إذن أول شيء النبي لاحظه واستعجبه أنه موجود في غير وقت الصلاة. قال: هموم وديون لزمتني يا رسول الله. أنا عندي هموم وديون أقعدتني. تعرف أتحرك. النبي بيقول له ايه؟ ألا أعلمك كلمات إن قلتها، واسمعوا للحتة دي لأنها مفتاحتان، إذا أصبحت وإذا أمسيت، يعني تقولها كل يوم الصبح وكل يوم ايه؟ مساء. قال: طيب ما هو لو دعا بالكلمات دي مش مرة واحدة تكفي ولا لا؟ مرة واحدة تكفي، لكن النبي بيقول له ايه؟ صباحا ومساء. تفهم من كلام النبي ايه؟ عليه الصلاة والسلام إنه عايزه يداوم عليها أيام، يعني الصبح وآخر النهار، الصبح وآخر النهار يداوم عليه. إيه الفكرة في كده؟
ما هي الفكرة؟ عايزه يقضي وقت في الدعاء، عايزه يقضي أيام في الدعاء، يذكر نفسه صباحا بها ومساء، يذكر نفسه صباحا بها ومساء. قال علمنيها. قال قل اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل ومن غلبة الدين ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. العجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال، إيه اللي هيحصل؟ الراجل هيداوم عليها صباحا ومساء أيام. ليس الدعاء إنه مباشرة الديون هتقوم مسدود، يعني هو في البيت كده بعد ما دعا واحد عدى رماله صرة فيها فلوس وخد المال وراح سد الدين، هذا ما حصلش. لأن أبو أمامة هذا يقول فعملت بها كما أمرني، يعني قعدت مداوم عليها صباحا ومساء فزال همي وسد ديني. وأنا مصدق، أنا مصدق 100%، لكن اسمعوا كيف هيسد دينه ويزول همه، لأن هي دي النقطة اللي احنا مش واخدين بالنا منها. الرجل هيداوم عليها صباحا ومساء، فلما يكلم نفسه، هي في الحقيقة بيكلم نفسه، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. كلها كلمات في إيه؟ في العجز، في الهم، في الغم. وكأنه عندما يعيد على نفسه صباحا ومساء هذه الكلمات يقول لنفسه أنا لست عاجزا، أنا لست مهموما، أنا لست بخيلا، أنا لست جبانا، أنا لست كذا، أنا لست كذا. عندما يقول لنفسه ذلك سيذهب الوهم الذي ركبه فأغلق عيونه وأغلق عقله عن أن يفكر في كيفية سداد دينه. هذه أكبر مشكلة بتصيب الإنسان، الوهم. ما ابن عطاء يقول ما قادك مثل الوهم، لما تقول أنا عندي هموم وديون لا أستطيع سدادها، أنا ضعيف، أنا حظي سيء في الدنيا، أنا كذا أنا كذا، ستزداد همًا وتزداد عجزًا ولن يفتح لك باب لسداد هذا الدين، لأنك أغلقته، سددت الدنيا في وجهك وعطلت عقلك وأغلقت عينك عندما قلت لنفسك هكذا. الوهم، بعض الناس حبوا يعملوا التجربة في الوهم، شافوا واحد طلعوا له واحد في الأول ما فيش عنده أي شيء، فيش عنده أي شيء، واحد قال له أنت كيفك يا فلان؟ صحتك جيدة؟ أنا صحتي شوية ما في عندي شيء. بعد شوية الثاني قبله كانت مرتبة، كيفك يا فلان؟ صحتك كويسة؟ متأكد؟ قال والله أنا خارج كويس بس يعني مش عارف. الثالث بعد شوية كيفك يا فلان؟ كيف صحتك؟ عمل قال أنا مريض تعبان لازم أرجع. الوهم، الوهم اللي دخل جواه، تمام؟ العكس صحيح، إذا أنت فعلا مريض وتقول أنا صحيح، أنا ما بي شيء، أنا أفضل من غيري، أنا 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 أنا، التجارب العلمية، أنا لا أقول الدينية الآن، التجارب العلمية أجريت هنا، هنا في أمريكا، في إحدى الجامعات هنا في فلوريدا وفي تكساس وفي غيرها، يصح من مرضه، يتساعد على هذا. إذا فضل يحدث نفسه قالوا نصف الشفاء على هذا، الحالة النفسية هذه عليها نصف الشفاء. لماذا؟ بتتفتح هنا المخ، بيفتح. فلما هو يقعد يقول بعد كلام النبي له هذا الكلام، اللهم إني أعوذ بك من كذا وكذا وكذا، الوهم اللي كان مسيطر على رأسه إنه عاجز إنه لا يستطيع هيزول، وعندما يزول سيفكر جيدا في حاله فسيجد ألف مخرج ومخرج لأن يقوم على تحصيل مال يسد به دينه. ولذلك أبو أمامة هذا أنا متأكد إنه بعد ما قال هذا الكلام أياما متتاتلية لنفسه بدأ يفكر، فوجد أسباب كانت أمامه هو لا يراها بسبب الوهم، فبدأ يأخذ بها، فلما أخذ بها فك الله عنه ما هو فيه وسد دينه وذهب همه.
ولا أعتقد إن أبو أمامة قال لهم نزلت لي حاجة من السماء، أو واحد عبر السبيل كان راكب حصان أبيض أم جاي قال لي يا فلان خد المال ده وروح سده، هذا ما حصل ولا قاله أبو أمامة. ولكن اليقين أنه هذا الدعاء أزال الوهم الذي كان يسيطر على عقله، والذي به بزواله تفتحت أمامه الأبواب التي لم يكن يراها بسبب الوهم. أرجو تكونوا فهمتوا يعني الدعاء مش معناه أن يجي لك معجزة. أنتوا عارفين لو أني لما أدعو يتم اللي أنا بدعو له بالضبط تبقى نبي. لماذا؟ لأنه ممكن يكون فيها حاجات معجزات، هذه معجزة، والمعجزات لا تنزل إلا على الأنبياء، ليس بغرض إنهم أنبياء ولكن بغرض تصديق نبوتهم بس. إنما أنت بقى تدعي أم نجالك ده تبقى معجزة، تبقى أنت راجل يعني عندك إعجازات، بتضرب لك القوانين والسنن من أجل دعائك. إذا الدعاء هو عملية تغيير نفسي، هذا التغيير النفسي هو الذي بسببه يزول الوهم المسيطر على عقلك ورأسك فيفتح لك الآفاق، وبهذا يكون دعائك هنا بمعنى المستجاب بالمعنى الصحيح. التجربة اللي أشرت إليكم واللي عملوها هنا العلمية أقاموها على مجموعة من المتدينين من غير المسلمين على فكرة، متدينين مسيحيين، يعني القضية بقى مش فيها عقيدة صحيحة وعقيدة خطأ، لا ده هم حتى جايز كانوا بيدعوا عيسى ساعتها، لكن يقينهم بأن دعائهم ده مستجاب أحدث عندهم التغيير. أقول لكم على شيء عملوا عليه دراسة. إحنا عندنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما تقف أمام المرآة تقول اللهم حسن خلقي كما حسنت، اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. إيه معنى إن أنت تقول حس كما حسنت خلقي؟ معناها إنك إيه؟ راضي عن خلقك، مبسوط، شكلك كويس، تمام؟ أجروا عليها دراسات، قالوا اللي يقف يقول كده عن نفسه إنه شكله كويس وإنه راضي عن نفسه وإنه كذا، قالوا يتحسن فعلا، شكله يبقى فيه قبول فعلا. واللي دايما لما ينظر في المرآة دايما يعترض، ليه الشيب ده جه كده؟ التجاعيد بدأت تظهر، المش عارف كذا، الصلعة، المش، قالوا فعلا شكل عضلات وجهه تتغير إلى الأقبح. شوف النبي بيعلمك حاجات طبعا هي من معجزات النبوة ولكن أثبتوها علميا يا أخي، أثبتوها علميا. فإنت لما بتقف تقول هذا الدعاء مش معناها أن أنت مثلا هتبقى يوسف يعني ها ولا البداية. لا، إنما عضلات وجهك ستنبسط وترضى عن نفسك فيأتيك جمال لا تعرف هذا، ويطيل ذلك في عمرك وفي صحتك لأنك راضي عن نفسك، راضي عن نفسك. أنتوا عارفين العضلات اللي تتحرك في الوجه في حالة الغضب وعدم الرضا وفي حالة الرضا مختلفة تماماً، مختلفة العضلات بتاع الوجه نفسها، وهذه تؤثر على الوجه وتؤثر على الأعصاب. النبي بيعلمك لما تقف أمام المرآة ارضى عن نفسك واطلب من الله كما أنك راضي عن وجهك أن يحسن خلقك. الحكاية دي لما تعملها وانت واقف قدام المرآة كل مرة خلقك هيتحسن وشكلك هيتحسن، وأنا زعيم ذلك. واضح؟ إنما إياك تكون كالحطيئة. ها؟ تعرفين الحطيئة؟ الحطيئة كان شاعر هجاء، كان لما ما يلاقيش حد يهجوه يهجي اللي موجود في البيت. جاء هجى أمه وهجى مراته وهجى أخته، دخل ما لقاش حد، يعمل إيه؟ وقف أمام المرآة قال في فمي هجاء لا أعلم لمن أنا قائله. أنا فيه عندي هجاء نفسي أقوله، عايز أطلعه، وكان دميم الخلقة خدوا بالكم. فقال لي وجه لله الله خالقه قبح من وجه وقبح حامله. أعوذ بالله، هذا لما يقوله اوعى تقولها، اوعى حد يفتكر البيت الشعر ده يقوله واقف قدام المرآة، لأنك لو قلته سيؤثر على وجهك وعلى شكلك بالفعل. وكان الحطيئة دميم الخلقة من كثرة ما كان لا يعرف إلا الهجاء. كانوا بيجمعوا الأغنياء له مال مال عشان يتقوه فقط فقط. حتى واحد اداله مال ما عجبوش الكمية، قال دع المكارم ترحل لبغيتها واقعد فأنت الطاعم الكاسب.
فقال الرجل: قتلني هذا الله لعنة الله عليه. سيدنا عمر قال له: افتدى منه المسلمين، لأنه كان إذا قال شعرا كان يثبت في صاحبه إلى أبد الدهر، لأنه كان من أشعر العرب على الإطلاق. سيدنا عمر اشترى منه أعراض، قال له: أنا بشتري منك أعراض المسلمين، ودفع له مال فعلا. قال له: إذا هجوت أحدا قطعت لسانك. تمام. إذن القضية الدعاء قضية إيه؟ تغيير، هي دي حقيقته، عملية تغيير، بيحدث فيك عملية تغيير فلا تتوقف عنه. ثم الواجب عليك أن توقن أن الله يستجيب لك. عدم وجود اليقين ده لن يحدث التغيير لنا. يا بقول: يا رب أذل همي وأنا وأنا والله مش متوقع إن ده يحصل. العامل النفسي اللي هيغيرك هيسقط مباشرة، وبالتالي لن يترتب عليه تغيير. وده سر إن النبي بيقول: إذا دعوتم الله فادعوه وأنتم موقنون بالإجابة. لماذا؟ لأن يقيني بالإجابة، يقيني باستجابة الله لي، هو اللي هيحدث التغيير عندي، وهو اللي هيزيل الوهم. وعملوها حتى في الأدوية، إذا اعتقدت أن هذا الدواء يشفيك قد يشفيك، وإذا واحد اعتقد أن الدواء ده هيموته ممكن يضره فعلا ويأخر. الماء نفسه عمل عليه دراسات في اليابان، عالم ياباني عمل عليه دراسات كثيرة جدا. الماء يتأثر بنفسية اللي أمامه، ولذلك فلاحات عندنا كانوا يقولوا للمرأة إذا حزنت أو بكت أو كذا لا ترضع الطفل، هم خدوها مما هو موروث الحكماء، لكن ده حقيقي، لو أرضعت الطفل ضرته. لماذا؟ لأن الماء اللي في جسمك نفسه بتأثر بحالتك النفسية، الماء اللي أمامك يتأثر بحالتك النفسية. وده اللي أفهمه فكرة الرقية على الماء، لما يرقي الرجل على الماء، الماء بتغير، بتغير حقيقة، فلما تشربه يكون لك دواء. وعمل عليها دراسات عالم ياباني قعد 15 سنة يدرس عليها، وجد إن الكلام الطيب على الماء بيغير في شكلها للأحسن، وجد إن الكلام السيء على الماء بيغير شكلها للأسوأ. ودي اللي تقولوا عليه إن الطباخ أو الشيف أو المرأة اللي بتطبخ طبخها شفاء. لماذا؟ لأنها تطبخ بنفس طيبة. اوعى تأكل من من يطبخ لك وهو كاره لك. نعم ماشي، لأنه سيكون الماء الذي في هذا الطعام مضر بك. هذا حقيقة على فكرة، هذا حقيقة، هذا هو مفهومك للدعاء، أنه يحدث فيك تغييرا. أرجو أن يكون هذا الأمر واضحا. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أختم فأقول: وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى، أنت لا تأمر، أنت لا تأمر، لأنك عندما تدعوه ثم تعقب أنت على الإجابة لماذا لا يستجيب لي، فأنت في الحقيقة لم تدعو، أنت أمرته: رب افعل لي كذا. ما شفتوش أنت قدام عينيك ثم أنت إلى لماذا لا تجيبني، لماذا أنا كل ما أدعوك لا تجيبني؟ ما أنت كنت متدعوش، أنت كنت تأمره. والله لا يؤمر، الله لا يؤمر، أنت تتضرع تتزلل فقط وتطلب منه وهو يتفضل عليك فقط. هذا ما يجب أن يكون الإحساس. أما أن تناقش الإجابة يبقى أنت ما كنتش بتدعو، أنت كنت بتؤمر. الله لا يؤمر، الله يتذلل بين يديه، يتذلل بين يديه، وأنت لا تعقب أجابك ولا ما أجابكش، لأنك لا تتأله على الله، لا تتأله على الله، هذا فضل منه. يجيبك لا يجيبك ده فضل من الله، واضح؟ هذا فضل، فأنا لا أتأله على الله. فاحذروا أن يدخل الشيطان في قلبك كأنك كنت تأمره وهو لم يسمع لكلامك. لا، الله سبحانه وتعالى لا يؤمر ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه عقيدة أي مسلم مؤمن بالله، وإلا اترك الدنيا وما فيها، فالآخرة أهم بكثير. إذا ذهبت إلى ربك بهذه العقيدة الخرقاء، أنك كنت تعتقد أنك تأمره وهو لا يسمع لك، هذه مصيبة، هذه تضر بآخرتك. ولا أظن أن الإنسان يحاول أن يصلح دنياه بفساده آخرته.
أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل دعاءنا مسموعاً ومستجاباً، وأن يكون له الأثر الأكبر والبالغ في حياتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذِّبنا فأنت علينا قادر. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذِّبنا فأنت علينا قادر. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة يا كريم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرام، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر لنا أمورنا، واحفظ علينا أبناءنا، واحفظ علينا أزواجنا، واحفظ علينا أموالنا، واحفظ علينا ديارنا. بارك في هذه الجالية، وبارك في أبنائها، وبارك في أموالها، واحفظها من بين يديها ومن خلفها، وعن أيمانها وعن شمائلها. واجعلنا يا مولانا لك شاكرين. اللهم اجعلنا يا مولانا لك شاكرين. وارفع الهم والغم عن إخواننا في فلسطين. اللهم ارفع الهم والغم والحصار عن أهل غزة. اللهم من أراد بهم سوءا فاجعل كيده في نحره. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم لا تفجعنا في أحد منهم أبدا. اللهم لا تفجعنا في أحد منهم أبدا. اللهم من خانهم منا فاجعل كيده في نحره. اللهم من خانهم منا فخذه أخذ عزيز مقتدر. إنك يا مولانا على كل شيء قدير. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قبل أن نقيم الصلاة، بسبب طبعا الباركينج والثلوج اللي في كل مكان، سنجمع العصر إن شاء الله لمن أحب أن يجمع معنا. وبعد صلاة العصر سنصلي جنازة الغائب على الصحفي جمال خاشقجي.